معنا مدير مركز سي كمال الدرعي. سي كمال مرحبا، مرحبا سنيس، يعطيك الصحة. عايشك. شكرا شكرا على الدعوة سنيس وفتح المجال، معناتها المركز باش نعرفوا المركز القطاع التمويل المالي بتاع المركز السخوية مربوطة بالقيروان. يعطيك الصحة، يا ندخل مباشرة في الكلام، اعطينا المركز عرفنا به. المركز القطاعي للتوكيل المالي الفلاحي بروتا هو يتركز في ولاية القيروان في منطقة رقادة معتمدية القيروان الجنوبية. تأسس المركز هذا سنة 1969، كان اختصاص فلاحة عامة، تم تغيير الاختصاص عام 1985 ولا مركز الميكانيك والرسلة والإرشاد الفلاحي. وسنة 2008 بعد ما صارت معناتها طلب من المهنة واستشارة الجميع معناتها خاصة المتدخلين في قطاع المياه، ولا تبدلت تسميته ولا يأمن معناتها تكوين في تهيئة المناطق السقوية نظرا للتغيرات المناخية، نظرا لشح المياه في تونس، وقع تغيير معناتها التسمية نتاعو. وكيفية الالتحاق به؟ طبعا انا نسمع فيك، انا ما نعرفش، عمري 15 16 سنة ونقرا في الليسي ولا وين يلزمني يكون نقرا باش نجم نلتحق بالمركز. خلينا نعطي فكرة على التكوين ونعطي كل التكوين والشروط نتاعو. المركز يأمن التكوين الأساسي والتكوين المستمر. بالنسبة للتكوين الأساسي عندنا هي شهادة الكفاءة المهنية، وهذا اللي يحب يلتحق بالنسبة في شهادة الكفاءة المهنية يبقى عنده مستوى تعليمي 9 أساسي منتهيات. وبالنسبة للي يأمن المؤهل التقني المهني واللي يحب في اختصاص ذات المنطقة السقوية، اللي يحب يلتحق بالاختصاص هذا لازم يكون عنده سنة ثانية ثانوي منتهيات. التكوين هذه يدوم سنتين، برنامج كامل على مدة سنتين. فهمتي؟ ونجموا يتعدى من مستوى لمستوى، مثلا شهاده الكفاءه المهنيه فما يعدي بعد امتحان نجم يتعدى المؤهل التقني المهني، وزاد المؤهل التقني المهني زاد عنده افاق نجم يمشي حتى المؤهل التقني السامي معناتها البي تي اس. فهمتي؟ هذا بالنسبه للتكوين الاساسي. بالنسبه للتكوين المستمر، المركز يامن على تكوين مستمر في تركيز شبكات الري، وتكوين مستمر في اصلاح وتركيز المضخات المائيه، وعندنا تربية الأبقار، وأي نوع تاع أي تكوين يصير طلب على مستوى جهة وهنا نوفروه معناتها للناس اللي طالب التكوين نوفروه. ونعمل زاد التكوين معناتها بعد عقد اتفاقيات، مثلا عندنا اتفاقية مع وزارة العدل، عندنا اتفاقية مع ديوان الزيت، معناتها وزارة العدل يعني رقع تكوين معناتها المساجين معناتها لتطوير حياتهم معناتها بعد الخروج لتطوير حياتهم المهنية. وبالنسبة للتكوين في تقليم الزيتين زاد مع اتفاقية مع الديوان الوطني للزيت. معناها انتم تأقلمتوا مع الوضعية المائية في تونس، معناها هذا ايش؟ احنا تو في اطار الوضعية المائية هذه اللي نشح المياه ونقص المياه تو في تونس، وقعتوا لازمنا نحضروا احنا هل تكنيسيا ضمة هل زوبرية معناتها العمل المختصين ولا تكنيسيا باش احنا نوفر الدعم المختصة. معناتها تتلا مثلا كي كنت تسمع انا بزميلي يحكي على محطات تحليه المياه، لازمنا احنا تو نحضروا هل تكنيسيا باش يخدموا في المحطات هذه واللي يعملوا معناتها حسن التصرف معناتها في الشبكات المائيه اللي هي حاجه جديده في تونس تسمى. باهو هي حاجه جديده تو، هي تو وقع معناتها في 5 مارس عملنا ورشه عمل وحضرتها السيد كاتب الدوله للموارد المائيه، وانطلقنا في النظره الاستشرافيه للمركز معناتها، وفما طلب كبير معناتها من شركائنا معناتها في قطاع المياه سواء يعني من القطاع الخاص او القطاع العام، حاجتهم معناتها بيد دعم مختصه معناتها في توسكي معناتها في كل مهن المياه. فهمتني؟ وطبعا قاعدين يحضروا توتا معناتها برنامج كامل ديجا كي دخلنا احنا اصلاح المضخات وتركيز شبكات الري، هذا في الاطار هذا. فهمتني؟ نحاول احنا نحضر واحنا باش نجموا نعملوا حسن التصرف والحكمه في استغلال الموارد المائيه نتاعنا هنا في تونس. يعطيك الصحه، حاجه مهمه برشا، ما نجمش نكمل معاش عندنا برشا وقت. نسالك سؤال اخير، نعرف قلتوا نعملوا انتم هالاشياء الكل اللي تعملوا فيهم هالرؤيه وعندكم برشا مشاريع، يظل معاكم شركاء من الخارج ولا لا؟ يعطيك الصحه، انا حبيت نطرق لك لها. بالنسبه عندنا تو مشاريع الشركه، عندنا المشروع التونسي السويسري هذا اللي هو تو من 2016 حاليا يخدم معنا، وقع تركيز زوج ورشات، ورشه لتركيز شبكات الري معناتها، وورشه لاصلاح وتركيز المضخات المائيه، كما يسعى معناتها اللي هو يسعى زاد باش يطور لنا معناتها الضيعه، تولي ضيعه بيداغوجيه تتماشى مع معناتها مع الاهداف البيداغوجيه نتاعنا.
فما المشروع الامريكي مشروع فارمر هو في اطار اتفاقية ما بين وكالة الارشاد الفلاحي والتطوير المهني وصفارة الولايات المتحدة الامريكية، يسعى لتطوير معناتها جاذبية المراكز ومن خلال معناتها توفير معناتها انفراستركتير بتاع ترفيه للمتكونين وتكوين المكونين معناتها وجلب معدات معناتها متطورة معناتها مواكبة ما هو موجود في العالم. فهمتني؟ عندنا المشروع الهولندي المشروع التونسي الهولندي يونيفيك هذا من خلاله زاد النفع، هذه معناتها حاجات جديده ندخلوا فيها اللي هي عمليه الري الذكي، معناتها هذا مش اللي هي زاد مقتصده برشا في خاصه في مياه الري. فهمتني؟ عندنا زاد المشروع الممول من طرف البنك الافريقي للتنميه، المشروع هذا زاد يسعى معناتها اللي هو تثمين منتوجات المناطق الصخويه اللي احنا قاعدين فهمنا فيه نعمل فيه كومباني دي سونسيبيليزاسيون معناتها وتكوين للفلاحين معناتها في حسن استغلال معناتها استغلال واستعمال الموارد المائيه في عمليه الري. يعطيك الصحه برشا مشاريع ان شاء الله ثمن اخرى نرجعوا لهم زاد بالتفاصيل. نشكرك سي كمال الدرعي مدير المركز القطاعي للتكوين المالي في لحف تايت المناطق الصقيه ببروطه، ونشكر كذلك ضيوفنا اللي كانوا قبله سي احمد سوله البي دي جي نتاع السوناد، وحكينا خاصه على محطه تحليه المياه بالزارات وهم مشاريع السوناد في الفتره الحالية، وفي أجري بورتري ركزنا على تقديم الفلاحة في ولاية القيروان مع سي مراد بن عمر المندوب الجوي للفلاحة بالقيروان، وكذلك مع زميله سي حبيب غنام حكينا على المقاومة نتاع الحشرة القرمزية بولاية